هو من أهم الغازات الضرورية للحياة على سطح الأرض. إنه موجود في جميع الأنظمة الحية في الطبيعة، غاز النيتروجين، عبارة عن عنصر كيميائي يرمز له بالحرف N وعدده الذري 7، ويقع ضمن عناصر الدورة الثانية والخامسة عشر في الجدول الدوري. نسبة غاز النيتروجين في الطبيعة: يشكل النيتروجين النسبة الأكبر بين نسب الغازات المكونة للغلاف الجوي المحيط بالأرض، حيث تبلغ نسبته حوالي 78%، ويقع غاز النيتروجين في المرتبة السابعة من حيث وفرة العناصر الكيميائية حسب كتلتها في مجرة درب التبانة، وبذلك فهو من العناصر الشائعة في الكون. أما كميته في القشرة الأرضية فهي قليلة نسبياً. دورة غاز النيتروجين هي من أهم العمليات التي تحدث في الطبيعة للحفاظ على الكائنات الحية، فهي الدورة التي يتم من خلالها تحويل النيتروجين في الغلاف الجوي إلى مركبات عضوية مختلفة، حيث تقوم البكتيريا الموجودة في التربة بتحويل النيتروجين إلى مركب الأمونيا الذي تحتاجه النباتات من أجل النمو والبقاء على قيد الحياة، وتحول بكتيريا أخرى الأمونيا إلى أحماض أمينية وبروتينات التي تستهلكها الحيوانات التي تتغذى على النباتات، ثم تعود المركبات النيتروجينية إلى التربة عن طريق فضلات الحيوانات، فتعمل البكتيريا الموجودة في التربة على تحويل النيتروجين إلى غاز النيتروجين الذي يعود إلى الغلاف الجوي، وتستمر العملية بهذه الطريقة. استخدامات غاز النيتروجين: يستخدم في حفظ الأغذية والأدوية أثناء نقلها من مكان إلى آخر، إضافة إلى استعماله في إنتاج درجات حرارة منخفضة من أجل استخدامها في التجارب العلمية المختلفة. ويتم استعماله في إنتاج السماد الزراعي، حيث تعتبر النشادة من أكثر المخصبات النيتروجينية انتشاراً. وإنتاج بعض أنواع المنظفات المنزلية التي تحتوي على النشادر المخففة في الماء، ويدخل في ملء المصابيح المتوهجة كبديل عن الأرجون، وصناعة بعض أنظمة الوقود الخاصة بالطائرات من أجل تخفيف خطر اشتعال الوقود، كما يستخدم في ملء عجلات سيارات السباق والطائرات.